هي اي خلي طبعا نفسه لابد بتكون المؤسسه نفسها عشان نمشي بسيستم واحد، لانه لو جينا نشوف مؤسسه ثانيه بنتلخبط شويه. ولذلك خلونا نمشي على نفس المؤسسه. وانا اسف تدخلت. لا اوكي. بالتالي بالقوى الاقتصاديه ايش الاسئله اللي ممكن تساعدنا؟ مستوى دخل الفرد. لا دور الجانب مع البيت سؤال الفرد. بس هنا ايش ينفع مثلا كليه الهندسه لنا؟ عشان نحدد الرسوم عشان نحدد اصلا انت تتكلم عشان رسوم الدراسه تحددها حسب القدره الشرائيه للطالب او للسوق بشكل عام. قصدك حق المنتظم اعتقد انه لا مش المنتظم نفسه الكل المنتظم هنا فقط الخاص. اما عشان احدد مقاعد ايضا. طيب حط العدد قسم سياسه المقاعد حتى نحن تكلمنا انه تقريبا ضمن الدخل المادي هو الاساس كان معتمد على الطالب بشكل تام. لن تشوف انه مثلا كان من قبل الاقبال على النفقه الخاصه بشكل كبير جدا، حاليا خف الاقبال على النفقه الخاصه بشكل كبير. من هو لذلك يعني المهندس عادل ايش الاسئله اللي تسالها في الدوله والاقتصاد؟ بالضبط المهندس عادل بنعطي له تفضل بيكون الكاتب بهذه الاسئله. كويس اوكي اوكي. بالتالي بيكون نقاش عام افضل. بالقوى الاقتصاديه قلنا ايش؟ نقول مستوى دخل الفرد. مستوى دخل كم؟ مستوى دخل الفرد رائع. الفئه المستهدفه الفئه المستهدفه اقتصاديا ولا جغرافيا؟ نمشي على شيء اللي هو الديموغرافيا. برضه مستوى التعليم لو نمشي على محور افضل على محور مستوى عشان مستوى التعليم بل على العوامل الثقافيه نمو اقتصادي في السوق عن تضخم سوقي. لا هل هناك نمو اقتصادي اقتصادي او تضخم في السوق؟ مستوى البطالة. نعم. طيب ايش الفرق بين التضخم والبطالة؟ التضخم زيادة في الأساس. التضخم لا زيادة في الأساس. تفضل. أنا أعتقد أنه ما في شيء يكون للمقارنة هنا. يعني زي ما تقول التضخم مثلا زي غلاء الأسعار الدولار كان ب أيوه التضخم ارتفاع التضخم انخفاض القيمة الشرائية لعملة البلد مقابل ارتفاع القيمة للعملة الأخرى العملات الأخرى مع ارتفاع في الأسعار هذا يسمى تضخم. نفس ما بينما البطالة هي وجود قوى بشرية مؤهلة مدربة لا تمتلك فرص العمل. مدربة ومؤهلة مش شرط حتى وإن كانت غير مدربة ومؤهلة. يعني عندي مخرجات عندي مؤهل يعني إنه فرص العمل بالبلد غير متوفرة سواء لليد العاملة أو للكوادر. لأنه أنا عندي قوى عاملة، عندي قوى عاملة بشرية اللي هي بغير مؤهلة، واللي هي اليد العاملة اللي هي على مستوى المهن والحرف والكذا، وعندي قوى بشرية مؤهلة مدربة أيضا تمتلك يعني إما عنده مؤهلات وإما عنده أيضا خبرات وشهادة تدريب. وبالتالي يمكن أن يلتحق بوظيفة معينة. فلا إنه حصل وظيفة هذا ولا أنا حصل فرصة عمل، هنا أصبح عندي بطالة. يعني عدد كبير من الـ 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 القوى البشرية في المجتمع عاطلة عن العمل لا تجد فرصة عمل. هنا البطالة. طيب وهذا بيأثر كمان على الكلية. لو الكلية ما كان في بطالة عالية كل ما الإقبال على التعليم قد يكون منخفض. لو التسليم على النقاط بتخرب يمكن بحدود 7-8 أسئلة. نعم الحالة الاقتصادية للبلد تجد وضعنا الراهن ناس قليل بيفكر بالدراسة بيبحث عن عمل ما يشغل مساعد. ليش؟ يعني شوف لو حولت النقاط إلى أسئلة ما مستوى البطالة في ما متوسط دخل الفرد؟ ما إمكانيات الحصول على قروض؟ ما واقع تقلبة الأسعار وقيمة الدولار في السوق؟ قلنا قروض بس ما السياسات النقدية؟ خلص بقيت 5-6 أسئلة موجودة في المادة العلمية. استخلاص المعلومه هي كمان مهارات ها؟ لا عشان افتح لك الباقي اللي باقي بعدين نفس الشيء. طيب دكتور مثلا عندك السياسات الماليه والنقديه يعني ايش في فرق بين الماليه شركه نقديه وماليه يعني؟ هو شوف السياسه الماليه حتى تدخل فيها حتى الاداره
حتى إدارة المال ورسم السياسة العامة للدولة والكذا والسياسة النقدية اللي لها علاقة بالعملة وسعر صرفه وتعامله مع يعني مع الجهات مع العملات الأخرى مع البورصات العالمية مع كذا يعني ما يتعلق بالعملة النقدية نفسها. لكن السياسة المالية هي السياسة التي يعني تضع سياسة المال على مستوى البلد، تضع السياسة المالية على مستوى البلد بما فيها حتى الإدارة المالية ورسم الأهداف والسياسات على مستوى البلد ووضع الأطر والاستراتيجيات الخاصة بإدارة المال. معالجة الاقتصاد الآن هي معالجة مالية يعني. معالجة مالية يترتب عنه البعد المالي، يترتب عنه السياسة المالية، وطبعا معرفة عامة هذه لكن لست متخصص فيها، وبالتالي يعني الفتوى يعنيها إلى حد ما. لكن دائما السياسة المالية وسعر السياسة كما ذكرت هي من خلال القراءة العامة بالنسبة لي. كما ذكر من ضمن الأسئلة اللي قالوا الزملاء، هل هناك إمكانية للحصول على القروض؟ هذه الأسئلة كلنا بعدين من المساحة من المهندس عادل كمان ما هي الوضع الحالي الاقتصادي للبلد؟ بمعنى معنى ان هناك في قبول انه بالتعليم او انه الشباب كانوا متجهين للحصول على فرص العمل. مهندس مثل ما قلنا المقارنة بين الصادرات والواردات سوق البلد يعني تظل بلدنا أكثر استيرادا يعني لو حتى أنا بيدخل من ضمن القوانين والشغلات ما لهش علاقة بالاقتصاد يعني إلا له علاقة بالاقتصاد إنه صيغة بس كم صيغة صيغة السؤال يعني أنا أقول لك مثلا لو قلنا النسبة المئوية بين صادرات اليمن والواردات يعني في مجال المستورد أيوة ما نسبة الصادرات والواردات في المستورد؟ أنا أشوف ما أنا عندنا منتجات هي واردات يعني كلها مستوردة حتى وإن كانت مواد هي موجودة أصلاً في اليمن يعني يأخذ المواد الخام صلحها ورجعها يبيعها بأضعاف الأضعاف يبيع البربريكا زي الكترو اللي حاصل معها يخرج بمبالغ كبيرة جداً. ترى الآن تبيع تلعب الرأي من لطس فين زينة ورجع بسعر مضاعف. بعد رجع أشال. أيوة فرز اللي أكثر من شيء. وبنزين وغاز وكيروسين. وإسفلت هذا. وإسفلت. كله لاستيك. زيوت. واشتروا بيعه له واحد رجع له 10. كل واحد ثمن. وهذا اللي سبب أعتقد التضخم والأشياء لأنه البلد مستورد بشكل جنوني. الكرة والبلد. هل سعر المحلية مستقر مقارنة؟ هل هناك استقرار لسعر الدولار داخل البلاد؟ سعر العملة. العملة. المحلية العالمية. المحلية مقارنة بالعملة العالمية. نقلب للبلد. أوكي. يعني اتضحت الرؤية كيف بالشغلات الاقتصادية وإيش الأسئلة اللي ممكن تقدمها. ننتقل للنقطة اللي بعدها هي القوى الاجتماعية والثقافية والديمغرافية والجغرافية. ما هي العرف والتقاليد الموجودة في المجتمع؟ وضحها أكثر. هل العرف والتقاليد تؤثر على المنظمات بشكل مباشر وتحد من المسج الحقيقي يحاول يستريح لا لا عشان السنين من الجوال لا لا تنا بالصبر عكس لا 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 عنده أصلا مفهوم بيصير يحس بمفهوم سريع اختلف لما ما حد يكتبه وحرفيا طيب هل ثقافة المجتمع تتوجه نحو دعم التعليم وتشجيع رائع جدا لأن هذا يعتبر فرصة عالية أن أنا مثلا أوسع مجالي في التعليم ممكن بتاخذ أقسام جديدة صحيح ليش هندسة رغبة المجتمع ما رغبة المجتمع في التعليم الهندسي صحيح
نحن سؤال انا الان حتى اسئلتي اوجهها ايش بما يتناسب مع المؤسسه اللي انا اللي احللها. مع ما نجعلش سؤال ايش مفتوح عقله عشان كذلك موقع هل موقع كليه الهندسه مناسب مثلا يا الله هي التدريس والطلاب وروادها؟ هذا بيقلل عمليه المواصله. انا مثلا بس هذه الان هل التاثير الداخلي ولا هنا بالدراسه الداخليه بتكون؟ لا لا التاثير الداخلي لما نقول هل مناسبه البيئه للاخرين معناته الان تدرس انت ايش؟ امكانيتك هل متاحه للاخر ولا لا؟ لكن انت تشوف انا بدرس امكانيه الاخر بالنسبه لي الموقع بيئه داخليه كموقع. اوكي بس كمان الان من السؤال انا مثلا عملت معهد بمكان معين كطالب في بعض الاحيان يحسبها انا اوصل للمعهد هذا عن طريق دفع للدباب مرتين او مره واحده فكل ما كنت قريب بس ما كان فرصه انه هذا يدخل عندي او بس تعتبر من تحليل البيئه الداخليه انت موقعك كموقع تحليل البيئه الداخليه لكن ك يعني كرضا الناس كرضا المجتمع عن موقع الجامعه خير اقصد كذا دكتور لو تكلمنا عن مثلا بتعز نقول كان قبل يقول انه الطقس معتدل والمناخ يعني كان هل نقول انه جانب لطلاب مثلا بشكل كبير يدخل مثلا كليه الهندسه مثلا وتوصل درجه الحراره نوعا ما نقول متوسطه هل هذا تاثير خارجي يعني على الاداء المناخ بشكل عام؟ ايوه المناخ بشكل عام ايوه انت يعني بنفسك. ايوه يعني شوف مثلا انا قصدي انت بنفسك لو قلت لك فرصه دراسه بنفس التخصص ونفس الفرصه في تعز في الحديده صحيح حديدة أيام الحمى قاتل بالتالي أنت بين تطبق أنا درست كلية الهندسة في عدن فكان الحمى صراحة وأنا ساكن في عدن بيتنا هناك فكان الحرارة أنا يعني نفس الحكاية أنا درست الماجستير هناك مع أيام الحر كنا أحيانا الكهرباء كذا والله أذكر مادة من المواد الامتحان والعراقي انزل تخيل والله كنا شغالين ما بين فاينات وكتابة حتى انه في الى الان ما يمكن احيانا في كلية الهندسة في رمضان كانوا يجعلوا الدراسة بالليل على اساس الجو صحيح والله ان الدروس كنا رايحين لها 2 بالليل عاصمة حرب النهار ليش ندرس؟ اوكي فكان له تأثير سلبي طيب البشمهندسة اقصد هي قد تكلمت بالاتصال لا البشمهندسة انا ترفع يد الاول وانت متجه يمين مركز شمال شمال هل هناك اختلاف في القبائل على التعليم سواء المختلط او المنفرد في اليمن؟ صح شو جميل دكتور هل متغير النوع الاجتماعي دوره في الالتحاق بكليه الهندسه؟ الان هل بقصد الدكتور الان نشتغل احنا ورشه ولا لو قد اسئله فقط بعد نشتغل ورشه؟ الورشه بعد هذه السؤال يكون عام ايش الاسئله عام ايش الاسئله تساعدنا على التحليل اللي تساعدنا على التحليل زي ما عملنا احنا بالتحليل الداخلي انا جبت مجموعه من الاسئله جاهزه الان انت تتدرب كيف تستخلص اسئله من نقاط موجوده بس عندما تصير نقطه الفرصه او التهديد لا تصيغها على شكل سؤال بالضبط اكيد يعني مثلا هنا انا لما اشتي اصيغ نقطه القوه اللي عندي مثلا يعني توجهات الدوله مثلا توجهات الدوله نحو الاهتمام بالتعليم العالي هذا فرصه يعني شوف كيف اصيغها ما اقولش هل الدوله تهتم لا الفكره انه اصيغ الهدف على شكل نقطه تمثل لي فرصه يعني لما اجي اقول الوضع السياسي في الوضع الامني في محافظه تعز تهديد خلص يعني الصياغه عباره عن فقره تقريريه مختصره بسيطه ما فيهاش التوسع الكبير ولا فيها ايضا عدم الوضوح لابد ما تكون واضحه ومفهومه كان من الاسئله ركزوا على النقاط فقط الكثافه السكانيه انا اشتي افتح مثلا فرع اخر بالتربه هل الكثافه السكانيه مناسبه لي ان انا افتح هنا فرع ولذلك لما اجي اضع عامل قوه او ضعف الكثافه السكانيه مثلا في قوه ايوه اين على مستوى الجمهوريه ولا على مستوى تعز؟ تعز انا اقول الكثافه السكانيه في محافظه تعز خلص هذه اما ان تكون نقطه قوه واما ان تكون نقطه فرصه واما ان تكون تهديد خلص جميع الاسئله فاصبح واضح انت تصاغ العباره
بهذا الشكل. الموقع الجغرافي للمؤسسات قريب وجيد الاماكن الراحه ما جدا هذا اخذ ذكر مسبقا بما يخص التحليل الداخلي نعم. كمان شوف الموضوع اللي بعده القوى السياسيه الحكومه والقوانين واحد هل الحكومه تساعد او تشجع التعليم مثل وتدعم كل الاستثمار بشكل عام توجه الدولة بدعم الاستثمار الداخلي اثنين هل هناك علاقة بين الدولة هل في علاقة ما بين الدولة أو شراكة ما بين الدولة والمؤسسات المنتجة بمعنى أنا كمنتج لقطع معينة الحكومة تستعين فيه وأنا أستعين فيها بتدريب بأي كان ثلاثة تشريعات والقوانين التي تسنها الحكومة تعمل على عملية تشجع على الاستثمار أو لا وهل هنا سلاسة تدعم التعليم العالي هذا إذا قلنا هيئة التعليم لكن بشكل عام لا تدعم شغل المنظمة أنت مؤسستك الآن كتعليمية هندسة كلية الهندسة تتكلم عن أوكي. دعم التعليم هل التغيير السياسي والحروب تؤثر على التعليم الهندسي في اليمن؟ هل تؤثر التغييرات السياسية حتى على مسار التعليم؟ حتى الفلسفات الاجتماعية مثلا هل لها تأثير إيجابي أو سلبي على مثلا إقبال الطلاب على كلية الهندسة أو الجانب الهندسي؟ أنا مثلا أنا لما أروح في بعض البلدان تشجع مثلا الناس الأطباء أو المهندسين حتى عندنا فيتجه كل الطلاب الهندسة كل وقت لما يقدم مكتب. بدون ما لا شعور يعني أنا أشتي أسجل الهندسة ليه؟ لأنه يشوف الناس والناس والمجتمع كلهم يشيروا للشخص هذا باش مهندس واجب باش مهندس راع قبل ما يدخل هندسة قد الله شو مهندس بالضبط هذا المجتمع هذا المجتمع زميله يصيح يا باش مهندس الله المجتمع حتى في الجانب حتى راع راع جدا سالي هل هناك علاقة جيدة بين كلية الهندسة وكلية الجامعات هل هناك تعاون ما بين الجامعات الحكومية لها التابعة والخاص تبادل خبرات نعم. تدريب كذلك بين الشركات وبين الشركات كمان قد ذكرت في النقطة اللي قبلها الشراكة بين كلية الهندسة والشركات والقطاع الخاص هذه واحدة الثانية والكليات المناظرة الحكوميه والاهليه طب مهندس بالنسبه للجانب السياسي هذا في فرق بين القوانين والتشريعات يعني واحد التشريعات هي القوانين ليش احيانا التشريعات لفظ اعم هنا للتوكيد التشريعات لفظ اعم لان التشريع يطلق على كل ما يشرع في البلد يعني كل ما يشرع له في البلد يسمى تشريع فعندنا تشريع بلوائح وقوانين وعندنا تشريعات دينية وعندنا تشريعات مجتمعية أخلاقية وعندنا تشريعات أعراف ولذلك عندنا شوف لما نتكلم عن مصادر التشريع مثلا في الإسلام يعني غير القوانين واللوائح عندنا مصادر التشريع في الإسلام كم؟ 10 الكتاب السنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب والعرف والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا ومذهب الصحابة. ما أنا رجعي داخل في التعديل عليه. التشريع هذا هذه التشريعات. هذه عن التشريعات. أيوة. إنه ما يشقل. نعم. في عندنا. لا. حتى القوانين واللوائح ينبغي أن لا تخالف الكتاب والسنة والسنة بالدرجة الأولى. الإجماع والقياس أحيانا. كمصدر تشريعي في الفقه والجانب الديني والجانب الكلام أساسا لكن بالنسبة للقوانين اللي هو شوفه من ضمن التشريعات القوانين واللوائح ليش؟ لأنه القوانين واللوائح هي تشريعات لكنها هذه التشريعات وضعية بصفة بينما التشريعات العشر الأخرى هي تشريعات دينية تمام فالاصل في التشريع الوضعي الا يخالف
الشريعة الدينية وخاصة الكتاب والسنة. ولذلك ما تلاحظش عندنا في التسعينات في 93 بالذات كان في معركة في مجلس النواب أيام الدستور على المادة الثالثة من الدستور، إنه كان